بسم الله. دلوقتي هنشوف امر بنت، يعني لو عندي شكل وعايز ياخد استدارة معينة او لفة معينة او دوران معين هعمل ايه؟ خلينا نرسم شكل دلوقتي، اقول لكم مثلا النجمة ديت اهي حاجة بالشكل دوت، تمام، وعايز اعملها اكسترود، اكسترود كيرف، اختار الشكل واقول له انتر وابدا ارسم الشكل بتاعه، تمام. طيب عايز الشكل دوت، عايز ارسم له مثلا خط كده في النص، فهعمل ايه؟ في حاجه هنا اقول انا عايز لاين، تمام، في نص الشكل دوت، وهدوس شيفت عشان يبدا الخط مستقيم، وهدوس كده، تمام. وبعد كده هقول له امر بنت، اختار الشكل اللي انا عايزه، تمام، وبعد كده اختار الاس بي لاين، تمام، بيقول لي اختار اول نقطة فيه اهوت، اخر نقطة فيه اهوت، تمام. على اساسه بقى هبدأ اخلي الشكل بتاعي يلف زي ما انا عايز، ممكن بالشكل دوت، ممكن كده الناحية دي، يمين شمال زي ما انت عايز، تمام، أو في 3D يعني.